تحية طيبة لكم مشاهدينا، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من أصداء الحدث الذي يسلط الضوء على أهم ما جاء في الصحف والمواقع الإعلامية الدولية لهذا الأسبوع، ويناقش أهم المستجدات الإقليمية وما يتصل بها من أحداث في العالم. حديث اليوم سيكون مع ضيفنا في الاستوديو المحلل السياسي العقيد وفيق منصور. أهلا وسهلا بكم. أهلا وسهلا بكم. طبعا يعني رح نتناول لاحقا أهم ما جاء في الصحف والمواقع الإعلامية الدولية لهذا الأسبوع، ولكن بداية أهمية إدلب، محافظة إدلب السورية الجغرافية. طبعا يعني لاحظنا خلال الأيام الماضية والأسابيع الماضية تركيز من قبل الولايات المتحدة وحلفائها على موضوع إدخال المساعدات اللي عم يسموها مساعدات إنسانية بطرق غير شرعية ومو عن طريق الحكومة الشرعية المركزية في دمشق. رأيك بهذا الموضوع؟ بداية تحياتي لك وتحياتي للمشاهدين الكرام، والتحية لهذا الشعب الصابر الصامد الذي تخطى كل حدود الوصف في صبره وتحمله على الشدائد والصعاب سبيلا لسيادته وكرامته. والقدسية لأرواح شهدائنا العظام الأبرار صناع هذا الإنجاز وهذا الانتصار العظيم. بداية أود أن أنوه وأن أتحدث في تنويه ولو بعجالة سريعة جدا علينا وعلى كل من يريد أن يقرأ السياسة بشكل منطقي وواقعي في منطقتنا عبر هذه الأزمة التي استمرت لسنوات عدة في منطقتنا وعلى مستوى الإقليم، أن يقرأها على أساس المقاربة الآتية، بأن المشروع في سوريا هو مشروع أمريكي صهيوني كبير جدا يحمل أهداف مركبة ودخل بأدوات وأساليب معقدة جدا. الأهداف مركبة لأنها أهداف عديدة ومختلفة وتحمل أجندات متعددة جدا تساوي مجموع أهداف القوى التي تشاركت في الأزمة على سوريا. كان مخطط لهذا المشروع، لا سمح الله لو سقطت سوريا، أن تتحقق كل هذه الأهداف، منها أهداف استراتيجية ضخمة جدا على مستوى العالم. من هذه الأهداف الكبيرة جدا هو إقصاء الروسي والصيني من هذه المنطقة الهامة جدا من العالم، وصولا إلى تأخير وتأجيل استيقاظ الروسي بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، وبالتالي تأمين هيمنة أمريكية أطلسية على العالم لعقود طويلة جدا، لأنه الشريك المنافس للأمريكي على مستوى هذا العالم. هذه من أحد الأهداف الاستراتيجية بالأزمة على سوريا. الهدف الآخر هو التخلص من الخط المقاومة، من ثم استهداف إيران بعد التخلص من سوريا كدولة مقاومة ومن المقاومات التي تصطف والتي تنتشر بشمال فلسطين وتشكل خطر كبير كما تراه إسرائيل على كيانها. فكان المخطط أن يتم التخلص من كل هذه المقاومات عبر أسقاط سوريا التي تعتبر نقطة الارتكاز الأساسية في هذا الزراع، ومن ثم يتم أيضا تصفية إيران قد يكون عسكريا بعد أن يتم التخلص كما قلت من هذا الشريط المقاوم المتاخم للكيان الصهيوني. أيضا هذا الهدف سقط، وهناك أهداف أخرى سقطت، ولكن هذه الأهداف الاستراتيجية الكبيرة التي سقطت. وبالتالي كل القراءات السياسية يجب أن نقرأها، وكل تحليلاتنا يجب أن تكون على أساس هذه المقاربات المنطقية، لأن الأمريكي لم يأتي من أجل أن يحتل شمال سوريا ويسرق كمية من النفط، لا أبدا، هذه كانت تحصيل حاصل، ولكن هو أتى من أجل أهداف استراتيجية أكبر، ولكن هذه الأهداف سقطت لأن سوريا صمدت. كل الأهداف التي كانت مكتوبة ومخططة كانت ستتحقق بالتساقل واتباعا لو سقطت لا سمح الله سوريا. ولكن صمود سوريا من أحد الإنجازات الضخمة جدا لصمود سوريا والشعب السوري والجيش العربي السوري هو بعسرة مصالح القوى التي تشاركت في الأزمة على سوريا، بحيث أن مصالحها وأجنداتها أصبحت متبعثرة وفي أماكن أخرى متصادمة، إلى حد كبير متصادمة، كما حصل بين التركي والأمريكي حيال الملف الكردي. كلنا
يدرك كم هي حساسية التركي كبيرة جدا وعميقة حيال الملف الكردي الذي تبنته الإدارة الأمريكية، لأنه يعتبر الورقة البديل بعد أن سقطت داعش وأخواتها أمام الجيش العربي السوري. هذه المقاربة الأولى. المقاربة الأخرى الثانية، عندما نتحدث عن انتصاراتنا وإنجازاتنا الضخمة، إنما نفاضل بين مشهدين. المشهد الأول هو ما كان مخطط أن يحصل في سوريا لا سمح الله لو نجح هذا المشروع، والمشهد الثاني ما نحن فيه الآن. انتبه، بين ما نحن فيه الآن وما كان مخطط أن يتحقق. عندما نفاضل بين هذين المشهدين يحق لنا أن نتحدث عن انتصارات عظيمة وضخمة وإنجازات عميقة جدا جدا، ومثل ما بيقولوا عندها نستطيع أن نفاخر بأن بيتنا برأس القلعة. تمام. إدلب، نأتي على سؤالك حول إدلب. إدلب هي جزء عزيز وغالي جدا من الجغرافيا السورية والأرض السورية، وهي موقع جغرافي غني جدا كموقع جغرافي لجهة خطوط المواصلات، لجهة الطرق التي تمر من إدلب باتجاه حلب باتجاه الشمال ومن ثم باتجاه الشرق. هي منطقة زراعية خصبة جدا وغنية جدا، خزان زراعي وغذائي للشعب السوري، فيها كادر إدلب، كادر اجتماعي وكادر فني وكادر عمالي، كان يرفض الاقتصاد السوري والعمالة السورية بالأيدي العاملة، أيضا كبير وعظيم وتعداده عالي جدا، وهي متاخمة للحدود السورية التركية المؤقتة وتطل على لواء اسكندرون المسلوب. وإدلب الآن تم تجميع كل هذا الإرهاب وتكنيس كل هذا الإرهاب من الأرض السورية بعد أن فشل وسقط، سقطت أداة الإرهاب العسكرية الأساسية الرئيسية التي كانت مخطط لها أن تسقط الدولة السورية ويتحقق كل ذلك. تم تجميع هذا الإرهاب في إدلب، وبدأ الجميع يستثمر في هذا التجمع الإرهابي الذي يعتبر هو الحاجز الأخير الصاد الأخير قبل خط النهاية وبالتالي الوصول إلى منصة التتويج ونهاية الأزمة السورية وإعلان النصر الكامل. ولذلك الكل يحاول تأخير وتأجيل وتعطيل إنجاز إدلب، لأن إنجاز إدلب يعني نهاية الأزمة السورية بشقها العسكري، وبالتالي نهاية الأزمة السورية باتجاه الحل النهائي، وخاصة الأمريكي الذي وظف التركي لهذه الغاية. التركي يقوم بالتعطيل، يقوم بالتأجيل، يقوم بالمماطلة، هو لا يستطيع، حتى التركي انتبه، لا يستطيع أن يعطي وعودا، أن يكون صادق مع الوعود التي يطلقها بكل الاجتماعات مع شركائه الروسي والإيراني. التركي يؤكد على وحدة الأراضي السورية، لم نسمعه مرة واحدة يقول أنا ضد وحدة الأراضي السورية، ولكن في الواقع هو يماطل ويكذب، لأنه إذا كان صادقا مع وعوده فسيرى نفسه مهزوما. الصدق مع الوعود للتركي يعني الهزيمة الموصوفة تماما. طيب دعنا نركز يعني على بند يعني يحاول الأمريكي وغيره من حلفائه موضوع المساعدات الإنسانية أو اللي أسموها إنسانية لإدلب، أو إدخال مساعدات بأي طريقة لأي منطقة بسوريا عن طرق ملتوية يعني، وليس عن طريق الحكومة المركزية طبعا. وهذا ما تم في اجتماعات يعني خلال الأسبوع. هذه أداة من أدوات الضغط على الحكومة السورية. نحن الآن نخوض معركة اقتصادية، يعني بعد فشل المعركة العسكرية بأدواتها الإرهابية والقضاء على داعش وأخواتها في الميدان وسيطرة الجيش العربي السوري على معظم الجغرافيا السورية وإسقاط مشروع إسقاط الدولة السورية عسكريا، اشتدت الضغوط الاقتصادية بالعقوبات الاقتصادية، بالحصار الاقتصادي، ومن ثم بالضغوط الأخرى، الضغوط الإعلامية والضغوط السياسية والضغوط الإنسانية الآن كما تقول. فهم حريصون جدا على أن يضعوا العالم في صورة بأن هناك أزمة إنسانية ضخمة جدا في سوريا،
سببها الحرب وسببها الحكومة السورية وسببها الاعتداء على المدنيين وإلى آخره. وهم حريصون جدا أن يكونوا هم من يوصل هذه المساعدات من خلف الحكومة السورية، لكي لا يعطوا شرعية للحكومة السورية على الأراضي، على أراضي محتلة من قبل الإرهاب أو موجود فيها الإرهاب. هذه هي الرسالة، واضحة الرسالة الذين يودون إيصالها، وإلا فهم آخر من يهتم بالقضايا الإنسانية للشعب السوري، لا بل هم أساس الأزمات الإنسانية التي وقعت بالشعب السوري تماما. ولذلك هم يستخدمون هذا السلاح كأداة للضغط على الحكومة السورية ولإفقاد الحكومة السورية شرعيتها على أراضيها التي يتواجد بها الإرهاب، ويودون أن يقوموا هم بإيصال هذه المساعدات عبر معابر غير شرعية وبدون تدخل ممكن لتمرير أسلحة أيضا الشرعية السورية. ممكن سيادة العقيد أيضا لتمرير أسلحة، يعني ممكن تمرير أسلحة، ممكن تمرير معدات، ممكن تمرير أجهزة مخابرات، ممكن هذا وارد وحقيقي وواقعي ومنطقي ومجرب مع هؤلاء. طيب سنتابع جولة على أهم ما جاء في الصحف والمواقع الدولية ولا نعود. نتابع مشاهدينا هذا المقطع الأول ولا نعود. نبدأ جولة الصحف من واشنطن انستيتيوشن التي كتبت: الإدارة الأمريكية حريصة على إبقاء باب الهوى مفتوحا، لكن المشكلة هي أن مختلف الأطراف لديها مصالح في سوريا، لذا فالقرار لا يتوقف فقط على وضع المدنيين في إدلب، فإسرائيل قلقة من هجمات عليها انطلاقا من سوريا، وتركيا قلقة من الأكراد، بينما تشعر واشنطن وحلفاؤها الأوروبيون بالقلق من تنظيم داعش في سوريا. وجاء في رأي اليوم: حرب إخراج القوات الأمريكية ليس من العراق فقط، وإنما من سوريا أيضا، وقد بدأت وبغطاء روسي ودعم صيني، والضربة الأخيرة والأحدث التي استهدفت حقل العمر النفطي والغازي شرق مدينة دير الزور من قبل وحدات تابعة لفصائل في الحشد الشعبي هي المؤشر الأوضح والأخطر في هذا المضمار. ونقرأ من ناشيونال انترست: يعتبر الخبراء أن الصراع السوري هو حرب بالوكالة، حيث تتنافس موسكو وواشنطن للسيطرة على الشرق الأوسط، وقد أثرت المصالح الأمريكية والروسية فعلاً في الصراع السوري إلى حد كبير. العلاقات بين الولايات المتحدة وسوريا متوترة منذ سنوات، حتى قبل اندلاع الحرب، حين كانت واشنطن ترغب بإسقاط الحكومة السورية لأنها تعتبر أن ذلك في مصلحتها. ونقرأ من العالم: تصعيد إدارة بايدن العدوان ضد العراق وسوريا له بعدين استراتيجي وتكتيكي، فالمثلث الحدودي بين سوريا والعراق يعتبر نقطة استراتيجية محورية وهي قلب العالم، ولذا فإن إعادة هيكلة المشروع الأمريكي لصالح إنشاء نقاط ارتكاز وما سمي بالناتو العربي أو بالتحالفات يقتضي بأن تهيمن أمريكا عبر جماعة داعش الوهابية مرة وعبر الأكراد مرة أخرى. ونقرأ من نزف سمايا غازيتا: ينفذ الأمريكيون بين الحين والآخر ضربات محدودة على القوات الموالية لإيران على الحدود السورية العراقية، والقوات الموالية لإيران تشن ضربات محدودة على المواقع الأمريكية في العراق، وفي الوقت نفسه يحاول الطرفان معايرة هذه الضربات بحيث تكون من ناحية مزعجة للخصم ومن ناحية أخرى لا تتسبب في تصعيد حاد آخر. وننتقل إلى الأخبار لنقرأ: غالباً لن يفرض الفريق الحالي عقوبات جديدة، لكن الحرص على تمديد القرار الدولي الخاص بإيصال المساعدات الإنسانية للسوريين عبر الحدود وليس عبر الخطوط، أي الدولة السورية، لتقوم هي بتوزيعها على جميع المناطق، يشي باشتراكه مع إدارة ترامب في هدف منع سوريا من استكمال عملية استعادة سيادتها على أراضيها، لكن بذرائع إنسانية هذه المرة. ونقرأ من الأخبار أيضاً:
إدارة بايدن ليست مستعدة لإعادة النظر في العقوبات التي فرضتها الإدارة السابقة على سوريا وعلى رأسها تلك الناجمة عن قانون قيصر، لأن الإدارة غير مستعدة لتبديد رأس مال سياسي في المعركة التي ستنشب مع الجمهوريين وقسم مع الديمقراطيين في حال اتخاذها قراراً بالتراجع عن العقوبات. وجاء فيها أريتس سحب الإعفاء من شركة النفط الأمريكية في سوريا، وقرارات بايدن بالنسبة لإعادة الانتشار في السعودية والعراق يتم عرضها وكأنها تستهدف المساعدة في المرحلة الأولى على إنهاء المفاوضات على الاتفاق النووي مع إيران بنجاح، والإشارة لإيران بأن الولايات المتحدة لا تنوي أن تدخل معها في مواجهة عسكرية. ومنها أريتس نقرأ أيضاً: عندما أعلنت إدارة بايدن عن عدم تجديد الإعفاء من العقوبات الذي أعطي لشركة النفط الخاصة بكاين في حقول النفط بسوريا، فإنه يسعى إلى إرضاء روسيا ونقل رسالة لإيران بأنه يتجه نحو مصالحة دبلوماسية وليس نحو مواجهة عسكرية أو اقتصادية، وبهذا سيعرض بوادر حسن النية لتهدئة الخطر، وإشارة قوية على أن بقاء القوات الأمريكية لا يعني بالضرورة تبنيها الطموحات السياسية للأكراد. وننتقل إلى الخليج لنقرأ: التوتر يتصاعد والتمرد الأمريكي في حرب استنزاف ساخنة يتعمق، واحتمالات التوصل إلى اتفاق نووي تتجه هبوطا بسرعة نحو الصفر، والحدود السورية العراقية قد تتحول إلى مصيدة قاتلة لأمريكا وحلفائها سواء داخل البلدين أو في منطقة الشرق الأوسط برمتها، ويبدو أننا في انتظار الجولة المقبلة والوشيكة من المواجهة. ونتابع من الخليج: إذا كانت قمة بايدن وبوتين قد حرصت على استمرار التواصل بشأن سوريا من خلال لجان فنية وسياسية مشتركة، إلا أن ذلك وإن دل على فتح باب الحوار بينهما بهذا الخصوص إلا أنه لا يعني أن روسيا يمكن أن تخوض في أي مساومة سياسية جدية بشأن سوريا مع الولايات المتحدة، إذ ترى أن مصالحها في سوريا بعد تدخلها العسكري لا يمكن تجييرها إلى دولة أخرى. وجاء في الدستور: المنطقة العربية أمام حلف جديد يتبلور ويهدف إلى تشكيل منظومة إقليمية للدفاع عن مصر والأردن والعراق التي تضررت نتيجة أسباب عدة وتعاني من تهديدات سياسية وأمنية من خلال مساندة بعضها على الصعيد الاقتصادي. من شأن الحلف التخفيف من اعتماد العراق على إيران في استيراد الطاقة، رغم أن واشنطن تمنح إعفاءات لكي تتمكن البلاد من استيراد الطاقة الإيرانية. أهلا بكم من جديد. سيادة العقيد، يعني رأي اليوم ذكرت عن موضوع استهداف حقل العمر النفطي والغازي. ذكر الموقع أنه فصائل تابعة للحشد الشعبي هي من قامت باستهداف الموقع، هي بداية حرب لإخراج القوات الأمريكية الغازية ليس من العراق فقط ولكن أيضا من سوريا. ما هي المؤشرات على هذا في هذه المرحلة؟ بالطبع الاستهداف الأخير للقوات الأمريكية في أي منطقة من منطقة الشرق الأوسط، خاصة في منطقة تشارة في شرق سوريا وفي العراق، لا يمكن أن يقرأ في التكتيك على الإطلاق. هو عنوان استراتيجي كبير جدا، بمعنى بأن هذه الحادثة ليست حادثة عابرة أبدا نهائيا، وليست حادثة تكتيكية صغيرة، وإنما هي حادثة استراتيجية وتنطوي تحت قرار كبير جدا وعميق واستراتيجي. وأنا باعتقادي بأن الروسي والإيراني والسوري، الروسي وحلفائه الذين أسقطوا هذا المشروع الذي كان يستهدفهم في سوريا، أمامهم فرصة من ذهب. لا أعتقد بأن الروسي سيضيع هذه الفرصة أبدا على الإطلاق، ولذلك نلاحظ بأن أي تراجع للأمريكي إلى الوراء خطوة يتقدم الروسي خطوتين، ولا يقبل بأن تكون هناك منطقة فارغة أو مخلات أمامه، يتقدم باتجاه الأمريكي ليحقق إنجاز على مستوى العالم، ولأنه
أمام فرصة ذهبية جدا جدا، وأنا باعتقادي قرار إخراج الأمريكي ومقاومة الأمريكي في هذه المنطقة هو قرار استراتيجي كبير برعاية الكبار الذين انتصروا في هذه في هذا الصراع، وباعتقادي قد بدأ وبشكل فعلي جدا جدا، لأن الأحداث أعتقد باتت تتجه إلى هذا المنحى تماما. طبعا الاستهداف تم على حقل غازي، يعني شو الفرق ما بين استهداف القوات الأمريكية، يعني ما بين قواعد عسكرية أو وجودها بأماكن أخرى، وما بين استهدافها بحقول النفط تحديدا؟ هذه رسالة عسكرية اقتصادية. نعم. هذه رسالة عسكرية اقتصادية من الكبار إلى الولايات المتحدة الأمريكية بأن سرقة النفط وسرقة الغاز لن تكون دائمة، وبدأ الزمن الذي سيوقف هذا السلوك الأمريكي باتجاه سرقة الاقتصاد النفط والغاز السوري. طيب الصحف ذكرت أن يعني موضوع إخراج القوات الأمريكية من العراق وسوريا يتم أو قد بدأ بغطاء روسي وصيني، ما هو الغطاء هنا؟ الغطاء غطاء سياسي، وقد يكون غطاء عسكري مبطن، وقد يكون غطاء عسكري من خلف الأفق تماما، لأن المعركة الدائرة الآن في الشرق الأوسط ساحة الصراع الأساسية والرئيسية كما قلت منذ قليل أدواتها معقدة جدا وأهدافها مركبة جدا، ولذلك تحمل مشاريع استراتيجية جدا. تحت هذه المشاريع انطوى صراع بين العمالقة بين الكبار الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين من جهة، ومعهم إيران من جهة أيضا، ومع الولايات المتحدة الأمريكية الكيان الصهيوني والأطلسي من جهة أخرى. فهو صراع كبير جدا، وصراع على إعادة رسم خارطة الشرق الأوسط لكي تنسحب هيمنة أمريكية وأطلسية على العالم برمته. الهدف منه هو إقصاء الروسي، حرمان الروسي والصيني من هذه المنطقة، استكمالا للتطويق والحصار لروسيا من أوروبا الشرقية ومن حاولة أمريكا من أفغانستان ومن القرم. كلها أحداث ترتبط ببعضها البعض، وبالتالي هذه المنطقة الهامة جدا جغرافيا وسياسيا واقتصاديا، وهي قلب العالم الشرق الأوسط، وتشهد أعقد مشكلة سياسية يمكن في هذا العالم جدا بوجود الكيان الصهيوني وهذا الصراع مع شعوب المنطقة المستمر والدائم، ووجود المشروع الصهيوني الذي يهدف إلى الاستيلاء على المنطقة بالكامل، جعل من هذه المنطقة منطقة ملتهبة جدا، وبالتالي التدخل في هذه المنطقة يعطي القوى القرار الأساس والرئيس على مستوى هذا العالم، ولذلك السيطرة على هذا العالم يعني السيطرة على هذه المنطقة، يعني السيطرة على العالم بالكامل. ولذلك تسعى الولايات المتحدة الأمريكية إلى السيطرة على هذا العالم. الروسي دخل وهناك فرصة من ذهب كما قلت، والآن الصراع قائم بين الطرفين، وبالتالي لا توجد هناك قرارات انفرادية أبدا، هناك محور مقاوم بإدارة بقيادة أو يتشارك مع الحليف القوي الروسي ومع الحليف الصيني، وهناك تنسيق عالي المستوى حتى على مستوى الهجمات الصغيرة ضد حقل نفطي أو ضد دورية للقوات الأمريكية هنا أو هناك. أعتقد هناك تنسيق عالي المستوى بين الكبار حيال هذه القضايا التي قد يراها الإنسان بأن قضايا تكتيكية ولكن لها دلالات استراتيجية كبيرة جدا. طبعا ذكرت حضرتك أنه الشرق الأوسط هو قلب العالم، يعني ذكرت بعض الصحف وبعض المواقع ومنها قناة العالم يعني أن المثلث الحدودي ما بين سوريا والعراق يعتبر نقطة استراتيجية محورية وهي قلب العالم. عم يصير يعني تبادل هجوم من قبل حلف المقاومة، طبعا هن سموها بأسماء مختلفة، وما بين القوات الأمريكية ضربات
وراء ضربات وضربات مقابلة بدون ما يكون في داعي لتصعيد آخر، ولكن يعني الهيكلية التي ترغب يعني بتشريعها الولايات المتحدة أنه إنشاء نقاط ارتكاز سموا شيء اسمه الناتو العربي، التحالفات مرة عن طريق الناتو العربي يعني قوات من عدة دول، ومرة عن طريق جماعة داعش الإرهابية، مرة عن طريق الأكراد. هذا الصراع وإدخال هاي العناصر أو قوات من دول أخرى أو من جماعات إرهابية يعني مذكورة عالميا أنه هي مصنفة إرهابية، شو أسبابها برأيك؟ صدقني كل هذا السلوك الأمريكي الآن في شرق سوريا هو بدائل، هو بدائل وأوراق احتياط سحبها الأمريكي من الأدراج والخطط الاحتياطية في حال سقط المشروع الأمريكي في المنطقة، وقد سقط. لنتخيل سويا، لا سمح الله لو نجح المشروع في سوريا واستطاع الأمريكي أن يهيمن على هذه المنطقة، وشهدنا إذا كنا سنبقى طيبون لنشهد، شهدنا في حميمين الF-16 بدل السخوي الروسية مثلا، أو في مرافق طرطوس واللاذقية السفن الحربية الأمريكية والصهيونية بدل السفن الروسية والسورية والإيرانية، سفن المقاومة، هذا المحور المقاوم. هل كان سيحتاج عندها الأمريكي لقسد أو للورقة الكردية، أو هل كان سيحتاج إلى إنشاء نقاط ارتكاز في شرق سوريا؟ لا أبدا، كان سيطر على العالم على المنطقة بالكامل، ولم تكن هذه الأدوات في وارده على الإطلاق. ولكن سقوط المشروع دفع الأمريكي إلى استخدام الوسائل والأدوات البديلة، بدأ يبحث عن قوى أرضية لأنه لا يملك جيوش كبيرة على الأرض بتعداد كبير جدا، وليست من استراتيجيات الأمريكي الحديثة الدخول في حروب يستخدم فيها جيشه القوى الأرضية على الإطلاق، ولكن هو يعتمد على ميليشيات يصنعها من داخل المنطقة أو من خارج المنطقة، يتم استجلابها إلى المنطقة كما حصل مع داعش والنصرة. سقطت داعش وسقطت النصرة، التجأ إلى الورقة الكردية لأنه يريد أن يدق هذا الإسفين في هذا الجسد المقاوم الذي ذاهب إلى الانتصار. وأعتقد بأن المحرض الأساسي والرئيسي والهدف صهيوني، لأن إسرائيل دخلت في المشروع الأمريكي في سوريا لإسقاط المحور المقاوم وتصفيط مصالح وحقوق الشعوب في المنطقة والمضي قدما في تنفيذ المشروع. طب لماذا التركيز على هذا المثلث تحديدا؟ بالضبط، عندما سقط المشروع هنا ولم يستطيعوا هزيمة هذا المحور المقاوم، هذا يعني إذا لم يستطيعوا الهزيمة فهو ذاهب إلى الانتصار. الذهاب إلى الانتصار سيحصل على مكاسب هذا الانتصار الضخمة والعظيمة، وهذه المكاسب تشكل خطر داهم وحقيقي وأساسي واستراتيجي على الكيان الصهيوني. ولذلك كان لابد من وضع إسفين في وسط هذا الجسد المقاوم الذي يمتد من فلسطين إلى المقاومة في لبنان إلى سوريا، نقطة الارتكاز الأساسية في هذا المحور المقاوم، إلى بلاد النهرين، إلى العراق، ومن ثم إلى إيران. هذا المحور المقاوم بغطاء ورعاية روسية صينية ماذا يعني؟ يعني بأن لا مصالح أمريكية في المنطقة، لا مصالح صهيونية في المنطقة، لا وجود للمشروع الصهيوني في المنطقة. ولذلك كانت البدائل بعد سقوط المشروع أن يتواجد الأمريكي في هذه المنطقة ويلجأ إلى تأمين نقاط ارتكاز له في هذه المنطقة. ما هي نقاط الارتكاز؟ لجأ إلى الورقة الكردية، والآن يقوم باستثمار الأكراد في هذه المنطقة، استثمار آني. عندما ينسحب، وسينسحب، عندما سينسحب سيرمي بهذه الورقة، وعندما سينسحب سيدوس على كل هذه النقاط الارتكاز، والآن يعود إلى إعادة بناء داعش في المنطقة لأنه سيستخدمها وسيتدرع داخل داعش وداخل قسد خوفا من الهجمات ومن المقاومات، المقاومة الشعبية التي تخذ قرار بها ضده. ولكي تبقى أمريكا في المنطقة وقابضة على أجزاء هذا المحور المقاوم بين العراق وإيران وسوريا ولبنان وفلسطين، فهذه المنطقة تعتبر
قلب هذا المحور المقاومة، وبالتالي قلب العالم. ولذلك هو حريص حتى الآن على أن يبقى في هذه المنطقة. ولكن ماذا تقول إرادة الروسي وحلفائه السوري والإيراني الذي حقق هذا الانتصار وأسقط المشروع الأمريكي؟ لا أعتقد بأنه سيقبل على الإطلاق. وكما قلت أعود وأكرر بأن أمام الروسي والصيني فرصة ذهبية جدا، فرصة ذهبية، لن يضيع هذه الفرصة على الإطلاق. طب موضوع الناتو العربي اللي حكوا عنه بالصحف، يعني هل من المعقول أن يتم استقدام يعني قوات من بعض الدول العربية أو بعض الدول الخليجية كما يسعى الناتو العربي الإدارة الأمريكية؟ الناتو العربي سمعنا فيه منذ في عهد ترامب عندما قام بزيارة السعودية، الزيارة الأولى له بعد استلامه مهام الرئاسة في البيت الأبيض. زار السعودية وكان التطرق إلى هذا المشروع، وهو مشروع استراتيجي في الإدارة الأمريكية. في عهد ترامب اجتمعت لجنة كما أذكر مؤلفة من 17 سياسي وبروفيسور وسفير، ومنهم كان السفير السوري في السفير الأمريكي في دمشق، كان من ضمن الطاقم. وقرروا الآتي، بأن الولايات المتحدة الأمريكية تملك مصالح هامة في الشرق الأوسط، وهذه المصالح أصبحت مهددة بوجود القوى المقاومة للهيمنة الأمريكية على المنطقة والتي تدافع عن سيادتها، وبالتالي لابد من الدفاع عن هذه المصالح. الدخول بحروب مباشرة للدفاع عن مصالح الولايات المتحدة الأمريكية، هذا ما قرروه، مكلف جدا للغاية، وقد تكون التكلفة أعلى من الواردات من المكاسب. وبالتالي لابد من أن تقوم عناصر من داخل تنظيمات، من داخل شعوب المنطقة، بالدفاع عن هذه المصالح والدخول في مواجهة مع إيران الذي يعتبرونها الخطر الأكبر على المصالح الأمريكية والصهيونية في المنطقة، إيران والحلف المقاوم. وتطرقوا إلى الحلف الناتو العربي الذي ستكون فيه إسرائيل القائد والسيد في هذا الناتو للدفاع ضد إيران، قائلا ترامب بأنني من الآن فصاعدا لن أشترك في حروب مباشرة بالجيش الأمريكي، علي بالدعم العسكري واللوجستي والاستطلاعي والسياسي، وأنتم عليكم بمواجهة هذا الخطر من الداخل. ولذلك كانت فكرة إنشاء الحلف العربي. ولكن باعتقادي بأن دور هذا الحلف قد بدأت تحترق، إذا لم تكن قد أصبحت سوداء. ممكن يكون مجرد تهديدات إعلامية وضغوط سياسية أو ابتزاز. تحت الضغوط السياسية كل ما نشهده هو التأخير، كل هذه الأحداث هدفها عدم السماح للقوى التي حققت هذا الانتصار وأسقطت المشروع الأمريكي الاستراتيجي الوصول إلى منصة التتويج وقبض مكاسب هذا الانتصار. وأنا كنت أقول بأن في هذا الصراع سمت منتصر وسمت مهزوم. المنتصر أصبح واضح سيحصل على مكاسب عظيمة جدا، والمهزوم سيتحمل تبعات الهزيمة. الهوة بين الانتصار والهزيمة أعتقد بأنها عميقة جدا وواسعة جدا، وستحمل تغيرات على مستوى المنطقة والأقليم، وستنسحب على مستوى العالم. ولذلك لن يتم التسليم بسهولة، وستبقى العرقلة والتأجيل والمماطلة واستخدام الأدوات المختلفة لآخر مرحلة. ولكن أعتقد بأن هذه الأدوات أصبحت أقل قيمة من الزمن الماضي، وإعادة الأحداث إلى مربعاتها الأولى أصبح أمر، أنا بتصوري، أمر صعب المنال جدا. طب في بعض يعني القرارات اللي يعني عم تصدر الولايات المتحدة أو الإدارة الأمريكية، يعني وفي منها متناقض مع بعضه. يعني لاحظنا أنه بالأخبار ذكرت أنه إدارة بايدن ليست مستعدة لإعادة النظر في العقوبات التي فرضتها الإدارة السابقة على سوريا. طبعا بررت الصحيفة أنه لا، ما فيهم يبددوا رأس مال سياسي، بينما الصحف الصهيونية ذكرت أنه سحب الإعفاء من شركات النظر
النفط الأمريكية في سوريا، وقرارات بايدن لإعادة الانتشار في السعودية والعراق، ومحاولات لإنجاح المفاوضات النووية مع إيران. بدنا لو سمحت جواب باختصار لحتى نطلع على أنا أعتقد بأن في الإدارة الأمريكية لا يوجد تغيرات سياسات جوهرية تتغير بين إدارة وأخرى على الإطلاق. شكلية؟ هناك قاسم مشترك، هناك أساس متين وراسخ واستراتيجي تماما يسمح للإدارات الأمريكية بالمناورة بالهوامش وبالتكتيكات، ولكن في التغيير الجذري والعميق جدا لم نشهد أي تغيير جذري في المذهب السياسي الأمريكي عبر كل الإدارات الأمريكية السابقة. فالعقوبات ليست عقوبات ترامب ليأتي بايدن ويزيل هذه العقوبات، هي عقوبات في صلب المشروع والمذهب السياسي الأمريكي، وهو مطلب صهيوني، وكلنا يعرف ويقرأ ويدري كم هو حجم التأثير الصهيوني عن طريق اللوبي الصهيوني على الإدارة الأمريكية. زائد كلنا يعرف ويدرك بأن أمريكا تحكمها الحكومة العميقة المؤلفة من الشركات البترول والنفط والسلاح، والتي يهيمن عليها اللوبي الصهيوني. وكل سياسات الأمريكية ضد سوريا هي سياسات عميقة جدا، حتى يتغير المذهب وإيديولوجيا المذهب السياسي الأمريكي، وأعتقد لا توجد مؤشرات للتغيير حتى الآن. طيب، سنتابع جولة ثانية وأخيرة على الصحف ولا نعود، نتابع مشاهدين. نكمل جولة الصحف من إزفستيا التي كتبت: يمكن لرئيسي بالطبع أن يدلي بتصريحات قاسية تجاه الشركاء الغربيين ولا سيما الأوروبيين، الذين في رأيه لا يبذلون أي جهدا لإعادة الأمريكيين إلى الصفقة النووية. لكن في الوقت نفسه فإن الرئيس المنتخب سيتصرف بحذر ولن يدخل في مشاكل حتى لا يعطي الأمريكيين والأوروبيين سببا للتخلي عن إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة. وجاء في لوفيغارو: رغم أن اللهجة التصالحية الجديدة لواشنطن مكنت من استئناف المحادثات، إلا أنها لم تؤدي إلى تغيير المواقف الإيرانية المطالبة برفع جميع العقوبات مسبقاً، وهو شرط يستحيل على البيت الأبيض قبوله، الذي يجب أن ينسق مع الكونغرس. كما تطالب إيران بوثيقة رسمية تضمن عدم انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاقية مرة أخرى، وهو أمر مستحيل قانونياً. وجاء في لوفيغارو أيضاً: بعد بذل جهود للتوصل إلى الاتفاق النووي الإيراني، كان الأوروبيون يأملون في عودة الولايات المتحدة إليها وأقناع إيران باحترام التزاماتها الدولية مجدداً. ومنذ نيسان سجلت المفاوضات غير المباشرة بين الأمريكيين والإيرانيين في فيينا تقدماً، لكن فرصة الانفتاح التي أتاحها انتخاب بايدن بصدد التضاؤل. وننتقل إلى فورين بوليسي التي كتبت: يعتقد المسؤولون الأمنيون الإسرائيليون أن عمليات إسرائيل السرية هي الطريقة الوحيدة لاحتواء الطموحات الإيرانية، وأن إحياء الاتفاقية النووية لن يردع إيران عن التخصيب، حيث سيسمح رفع العقوبات ببيع النفط وتمويل ميليشياتها، ويعتبرون أن الضغوط الاقتصادية والعسكرية هي الطريقة الوحيدة لإجبار إيران على الحد من نشاطاتها الإقليمية. ومن ديلي ميل نقرأ: ستلعب الغواصات ذاتية القيادة تحت الماء دوراً خاصاً في المفهوم الاستراتيجي العسكري لروسيا، وغواصة بيلغورد كبيرة بما يكفي لتكون السفينة الأم للمركبات الصغيرة في أعماق البحار التي يمكن أن تتداخل مع البنية التحتية تحت الماء للعدو. هذه القدرة هي الخطر الرئيسي لهذه الغواصة. وجاء في موسكوفسكي كومسوموليتس: بعد بناء القناة اسطنبول سوف يتقوض النظام الحالي لمرور السفن إلى البحر الأسود، وهي تلغي عملياً اتفاقية مونترو، وبعد دخول القناة في الاستثمار سيتغير الوضع بشكل جذري، إذ سيمررون فقط السفن التي ترضيهم في القناة الجديدة. وأولاً وقبل كل شيء سيعزز رئيس تركيا مشروعه ضد روسيا ويسلبها البحر الأسود ويجعلها في تبعية لأنقرة. ومن بوليتيكو نقرأ:
تمحور التعهد الثاني لأردوغان حول التعديل الجذري للدستور، ومن منطلق أن التجارب المماثلة السابقة انتهت إلى منح الرئيس المزيد من الصلاحيات، فالأتراك ليسوا متفائلين فيما يتعلق بتعديل الدستور. التعهد الثالث لأردوغان هو احترام حرية التعبير، وهذه أكبر نكتة قد يسمعها الأتراك. وكتبت بوليتيكو أيضاً: تعهد أردوغان بإجراء تغييرات جذرية في القضاء، علماً أن نقطة الانطلاق لتركيا هي العودة إلى صيغة فصل السلطات، لكن الواقع يؤكد أن هذه الحزمة ليست أكثر من تمنيات، إن لم تكن وعداً كاذباً، فقد تم سجن الكثير من القضاة والمدعين العامين بتهم كاذبة، كما خسر الآلاف وظائفهم لمجرد الاشتباه في علاقتهم بحركة جولين، ورفقت لهم تهم الإرهاب. ونقرأ من لوموند: وجهت تركيا صناعاتها العسكرية في الأعوام الأخيرة نحو إنتاج المسيرات، وتزداد صادراتها منها باستمرار، فقد أثبتت المسيرات التركية نجاحها وتباع بكثرة ومطلوبة من دول الاتحاد السوفيتي السابق، كما أن المسيرات الرخيصة والفعالة المنتجة من قبل شركة بايقار التركية استخدمت في 3 مناطق وفي صراعات عام 2020 وساهمت في تغيير مجرى المعارك. ونقرأ من كومرسانت: تركيا أعدت وثيقة تسمح لها بالبقاء في ليبيا قبل انتخابات ديسمبر وبعدها، وقد أملت بأن يتم التوقيع على الوثيقة في برلين، وأن يطلب الوفد الليبي من المجتمع الدولي ترك القوات التركية في بلادهم للمساعدة في تنظيم العملية الانتخابية، وتتجنب تركيا مثل الآخرين الخوض في موضوع المرتزقة، وهو مطلب غربي عموماً. ومن كونفرزيشن نقرأ: التطورات في المنطقة تظهر أن الرياض ستجد صعوبة في الاعتماد على التقارب مع تل أبيب لتعزيز علاقتها بالولايات المتحدة في ظل الانتقادات الحادة الموجهة لإسرائيل حالياً، وفي ظل هذه المعطيات يبدو أن الرياض تحاول تغيير المسار وتجاوز خلافاتها العميقة مع طهران. ونختم جولة الصحف من كونفرزيشن التي كتبت أيضاً: مثلت صفقة التطبيع بين إسرائيل والإمارات نقطة البداية لتقارب متوقع بين إسرائيل والسعودية الحليف الإقليمي الأبرز للإمارات، واعتقدت السعودية أنه من الممكن أن يساعد إنشاء تحالف إقليمي يضم إسرائيل على تقويض نفوذ إيران في المنطقة والتصدي للهجمات الحوثية، لكن وصول بايدن للبيت الأبيض مثل نقطة تحول في سياسة الرياض الإقليمية. أهلا بكم من جديد. سيادة العقيد، يعني اللي بيقروا يعني ذكرت أنه في لهجة تصالحية من واشنطن تجاه إيران تجاه موضوع المفاوضات مع إيران بخصوص الملف النووي. هل سنتوقع يعني معطيات جديدة يعني بعد المعلومات التي وردت عن الاجتماعات؟ في التفاوض في الملف النووي بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران سبق كانت هناك اتفاقية، توصل الطرفان إلى اتفاقية نووية وتخلت عنها الولايات المتحدة الأمريكية بعهد ترامب. وأعتقد التخلي عن الاتفاق النووي مع إيران كان مخطط في سلسلة النقاط الأساسية في هذا المشروع في الشرق الأوسط. في كل الأحوال لو نجح هذا المشروع سيتم التخلي عن هذا الاتفاق النووي مع إيران عندما يحققون هذا الانتصار الكبير جدا جدا، ولكن سقوط هذا المشروع دعا الولايات المتحدة الأمريكية الآن إلى العودة مرة ثانية إلى اتفاق مع إيران. إلى ليس بسبب تغير إدارة في الولايات المتحدة، لا أبدا. السبب الظروف والمعطيات. هذه النقاط الأساسية والمحطات الاستراتيجية في السياسة الأمريكية لا أعتقد بأنها تتغير بمجيء إدارة وبمجيء رئيس أو ذهاب رئيس آخر. لا، هناك برنامج للنقاط الأساسية، أنا أقول الاستراتيجية، السياسات الهامة جدا والعميقة جدا هي نقاط أساسية وثابتة ومنهاج يتم السير عليه. يعني تخيل معي لا سمح الله نعود مرة أخرى لنقول أن كل الأحداث مرتبطة بنجاح المشروع الأمريكي وسقوطه في المنطقة. لو نجح المشروع الأمريكي في المنطقة، هل كان بايدن سيأتي إلى إيران طالبا العودة إلى التفاوض
مع الملف النووي الإيراني؟ لا أعتقد، لا أعتقد ذلك. هل يمكن أن تطلب إيران وثيقة كي لا تنسحب الولايات المتحدة مجددا من اتفاق إن حصل؟ قد تطلب إيران وثيقة لكي تحصل على ضمانة دستورية قانونية أممية، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية لا تهتم لكل هذه الوثائق. يعني الأمريكي يعطيك وثائق قانونية عن طريق مين بدك، الأمم المتحدة ومجلس الأمن، ولكنه ينسحب عندما يريد، لأنه صاحب، لأنه قادر على صناعة الظروف وتصنيع الأدوات التي تعطيه الحق في الانسحاب من كل القضايا ومن كل العهود والمواثيق التي يعطيها للعالم. وهنا لابد أن أنوه، السياسة الدولية، أنا أقول للدول التي هناك ثابت في السياسة الدولية، للدول والشعوب التي تصطف في المرتبة الرابعة وإلى الخلف في لائحة، في اللائحة الدولية لجهة القوى السياسية والعسكرية والاقتصادية والثقافية وإلى آخره، هذه القوى من الخطأ القاتل عدم اعتماد ثوابت أساسية في السياسة للحكومات هذه الشعوب. تنطلق هذه الثوابت من المصلحة القومية لشعوبها، لأنها لماذا؟ لأنها لا تستطيع عندما تذهب بعيدا أن تصنع الظروف المناسبة للانسحاب. ولكن القوى العظمى كالولايات المتحدة الأمريكية التي دخلت إلى العراق وغزت العراق ودمرت العراق بحجة وجود أسلحة كيميائية، وأخيرا اعترفوا هم السياسيين الأمريكيين الذي كانوا يحكمون، كانوا موجودين في البيت الأبيض آنذاك، بأنه كانت هناك كذبة وكان هناك خطأ ولا وجود لأسلحة كيميائية. لم تعاقب الولايات المتحدة الأمريكية ولم تدفع الثمن حيال هذا التصرف الخطير جدا. لماذا؟ لأنها قادرة على أن تنقض وقادرة على أن تعود إلى الاتفاق، وقادرة. الاتفاق النووي مع إيران مزقه ترامب بثواني، لأن هي صاحبة القرار، هي تهيمن على المنظمة الدولية، تجير هذه المنظمة الدولية، شلعت ميثاق الأمم المتحدة وحولتها إلى منظمات تابعة لسياساتها. ولكن إيران قد تلجأ إلى طلب وثيقة، لأنها لكي تكون تملك مسوغ قانوني عندما ستنسحب الولايات المتحدة الأمريكية، وإيران تدرك وحافظة بشكل عميق للمذهب السياسي الأمريكي. طبعا نحن وقتنا انتهى، رح ناخذ يعني ب 30 ثانيه. الفورن بوليسي ذكرت انه يعني حتى لو الولايات المتحده وقعت الاتفاق، اسرائيل لن ترضى، الكيان الصهيوني لن يرضى، يعني حيبقوا على موضوع عمليات ضد ايران، اعتداء على ايران، عندهم خوف بحسب ما ذكرت الفورن بوليسي، انه رفع العقوبات عن ايران رح يخلي ايران تبيع النفط، تمول الجيش وخلافه. رأيك بعجالة 20 أو 30؟ لا شك بأن الكيان الصهيوني يلعب دور كبير جدا في المباحثات بين الأمريكي والإيراني، والإسرائيلي يخشى جدا 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 من الإيراني والمذهب السياسي الإيراني تجاه المحور المقاوم. وإيران استطاعت أن تمتلك أدوات الصمود والمجابهة وحفظت اللعبة عن ظهر قلب، ولذلك لا بديل أمامهم مع إيران إلا المماطلة واسترضاء إيران، وتارة محاولة إزعاج إيران، ولكن أن تجابه إيران بشكل مباشر وعسكريا أعتقد بأن من الخيارات الصعبة جدا. طبعا وقتنا انتهى، بنهاية هذا اللقاء المحلل السياسي العقيد وفيق نصور، شكرا جزيلا. شكرا لك. شكرا. وكل الشكر لكم مشاهدينا الكرام، دمتم ودام الوطن بألف خير، إلى اللقاء.